قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، قال: في الثالثة لمن شاء. متفق عليه. نعم. المراد بالأذانين الأذان والإقامة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، وكررها عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات: بين كل أذانين صلاة. هذا التكرار فيه اهتمام وتأكيد، فيه اهتمام وتأكيد لأمر هذه الصلوات التي تسبق المفروضة، تسبق الصلاة المفروضة، بين كل أذانين صلاة. كرر ذلك اهتماما وتأكيدا صلوات الله وسلامه عليه. في الثالثة قال: لمن شاء، لمن شاء. فهذه الصلاة ينبغي أن يحرص عليها المسلم، والحرص عليها يأتي من التبكير للمسجد بعد سماع الأذان مباشرة. يدخل المسجد بعد السماع الأذان مباشرة، يصلي تحية المسجد وينتظر الصلاة، ينتظر الصلاة، فيكون حقق هذا الحديث: بين كل أذانين صلاة. ومن شأن هذه الصلاة أنها مكملة، مهيئة ومكملة، مهيئة للعبد، تهيئ نفسه للدخول في الفريضة على أكمل حال، على أكمل حال. نعم. ومعنى بين كل أذانين أي أذان وإقامة، بين كل أذانين أي بين كل أذان وإقامة.